للمساجد يؤدون الصلاة، وهناك من يذهب لينتقل التكييف والتوقيت والإطالة والتجويد ووضعيات المصلين وطريقة قيامهم. اذهب إلى المسجد مصليا خاشعا، لا ناقدا متصيدا أو مراقبا متعجبا أو مترفعا متطاولا، وادخل وانت على يقين بأن من كل من في الداخل أنقى وأفضل منك وأقرب إلى الله. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.